نجمة تيفي قريبة منكم مضوية في عيونكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عبد الرحيم الجمال رئيس المكتب الجهوي للودادية الحصنية لقطاة بمراكش. كما رأيتم نظمت أسرة العدالة بمراكش اليوم حملة للتبرع بالدم، وذلك بسبب النقص الحاصل في مركز تحقن الدم، لأن حالة الطوارئ الصحية كما تعلمون قيدت من تحركات المواطنين الذين كانوا يتبرعون بدمهم. لذلك فإن أسرة القضاء بجميع مكوناتها تعبر اليوم عن تضامنها وتآزرها ووقوفها إلى جانب الوطني في هذه المحنة التي يمر منها العالم بأسره وبلدنا كذلك. والقضاة بدورهم يؤكدون دائما أنهم مستعدون لبذل الغالي والنفيس في سبيل الوطن، فنحن جنود مجندون وراء جلالة الملك حفظه الله وحفظ هذا البلد. السلام عليكم ورحمة الله. ونيابة عن زميلي النقيب الممارس الذي يوجد اليوم رهن العلاج في مستشفى الأنطاكي بسبب هذا الفيروس اللعين الذي انتشر في العالم كله بواحد السرعة اللي هي فائقة جدا. طبيعة الحال أولا كنشكركم أنتم كصحفيين اللي احنا كنعتبركم سلطة رابعة والذين دائما في المقدمة لتوعية المواطنين وتوعية أفراد هذا الشعب العزيز علينا. نشكر السيد جلالة الملك صاحب الجلالة محمد السادس رعاه الله وإيده بإشرافه مباشرة على هذه التدابير والإجراءات الاحترازية التي إن انخرط فيها جميع المواطنين لا شك سنقضي على هذا الفيروس اللاعن. ومن هذا المربل أوصي جميع المواطنين بالانخراط في التدابير الاحترازية التي قررتها الدولة المغربية والتي أمر بها صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله وإيده. لماذا؟ أولا للحفاظ على حياتهم وحياة أعزائهم وأحبابهم وأصدقائهم وأبنائهم. فأملي أن يكون كل مواطنين منخرطون في هذه التدابير. من جهة أخرى استجابة لنداء الوطن، لنداء أهل البلاد، لنداء كل مواطنين، ولنداء الودادية الحسنية لرجال القضاء، نداء لضمير المحامي الذي دائما في المقدمة الذي يدافع عن الحريات والحقوق ويدافع حتى عن حياة المواطنين في ظروف معينة. فانخرطنا من طبيعة الحال لأننا نعلم علم اليقين أن بلادنا وأن مواطنينا في حاجة ماسة لقطرة دم لإنقاذ حياتهم، بخصوص في انتشار هذا المرض اللعين وهذا الفيروس اللعين. فهيئة المحامين هي منخرطة من طبيعة الحال كعادتها، قدمت دعما خاصا هيئة المحامين بمراكش للإسهام في حساب صندوق الطوارئ الذي حساب صندوق محاربة الفيروس هذا. ولم نكتفي بهذا الحد، ولكن اليوم نقدم دماءنا ومستعدون لنضحي حتى بأرواحنا لحماية بلدنا ووطننا. فشكرا لكم على هذا اللقاء الذي ربما سيكون بفضلكم طريق آخر لتوعية بعض المواطنين الذين ربما لم يستشعروا خطورة هذا الفيروس اللاعن. شكرا لكم. نجمة تيفي قريبة منكم
مضوية في عيونكم.